دلوقتي بقى هنعمل مع بعض البسكوت. عشان تعملي البسكوت عندي هعمل معيار 2 كيلو من البسكوت. هحط الاول حاجة كيلو كده من السمنة زي ما انت شايفة، وهنزل عليه بالسكر. هحط حوالي كيلو الا ربع كده من السكر، اهو كيلو الا في حدود كيلو الا ربع كده من السكر. انا حطاه سكر خشن عادي مش سكر ناعم. وهحط عليه البيض وهضرب بقى الكلام ده كله لحد ما يبيض. دول 10 بيضات هنزل بيهم كده، انزلي بيهم كلهم مرة واحدة بس. هضرب بقى الكلام ده كله في الهاند بلندر لحد بقى ايه ما القوام بتاعي يبيض خالص. وانا حطاها كده هنزل عليها بشوية من الفانيليا عشان ريحة البيض والزفارة بتاعت البيض. بقى هنزل بالريحة، معايا 3 ازايز كده من الريحة هنزل بيهم. دول ريحة برتقال، وكمان حطيت فانيليا بس فانيليا مركزة اللي هي الاصلية دي يا جماعة، اللي هي دي الفانيليا دي. حطيت بقى ايه شويه فانيليا كويسين كده عليها. نضرب الكلام ده كله لحد ما يبيض، وبعد كده هولها. دلوقتي بقى ضربناها معاكم زي ما انت شايفه كده وبقت باللون الابيض ده. بعد كده هحط عليها بقى معلقه وربع من النشادر بالمعلقه الايه او معلقه كبيره يعني هرميه، ونقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هندخل عليها بقى ال2 كيلو من الدقيق. وبعد ما اخلص بقى كده هوريكم النتيجه. عايزه اقول لك وانا بضربه في الهاند بلندر كانت ريحه البرتقال ما شاء الله طالعه كده وفايحه قوي وجميله كده. بنزل عليهم بقى بالدقيق ب2 كيلو من الدقيق بالتدريج كده زي ما انت شايفه لحد ايه ما بخلص الكميه بالكامل. وبرده ما تحطيهاش لاخرها، حطي مثلا كيلو ونص وقلبي، محتاجه تاني زودي لحد ما تلاقي العجينه معاكي بقى قوامها حلو. دلوقتي بقى زي ما انت شايفه كده عملناه وبقى بالقوام ده كده. هو احتاج معانا سنه دقيق تانيه، اعطينا له تعفير الدقيق لحد ما بقى القوام حلو. بنحطوه بقى كده في المكنه ويطلع معانا يبقى بالشكل ده كده. بصي بقى تروحي في الاخر بقى كده ايه بيبقى فيه شويه زيادات، تروحي بقى الحاجات اللي فيها زيادات. بصي زي كده مثلا اهي، فين اهي دي كده مثلا، نروح ايه ظابطينها بالشكل ده يطلع معاكي بقى ايه الصبع مظبوط وما فيهوش اي حاجه عايزه تتظبط. اهي اي حاجه فيها محتاجه تتظبط تروحي ايه شايلاها كده ومكمله زي ما انتي، وتحطي صبع مفروض بقى كده ايه عشان خاطر يطلع معاكي برده مفروض ما يطلعش معوم، عشان الرسمه اللي هتحطي بيها هي اللي هتكمل معاكي ايه، هي اللي هتبقى شكل الصبع بتاعك. فلازم بقى ايه تظبطي الصوابع كده اهي، ده برده عايز يتظبط كده. اي زيادات فيه تروحي شايلاها كده يتظبط معاكي الصبع ويبقى جميل جدا اهي اهي. طبعا اللي بيعمل بالمكنه طول ما هو قاعد كده بيحط ايده، بصي بيحط ايده جوه المكنه كده ويكبس فيها ويطلع بقى من هنا كده وايه ويكمل بيطلع بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي ده كده. هكمل انا بقى واخلص الكميه بالكامل، وبعد ما اخلصها هوريها لها بقى بالشكل ده كده وبفردها. وبعد كده بروح ايه بقى مطلعاها كده بالسكينه. طبعا بعملها بالايه بالشوكه، باخدها كده واروح سحباها كده سحبه بالشوكه بتطلع بالشكل ده. بتحطيها عندك هنا في الصاج زي دي كده اهو لحد ما تتعمل بقى كده، وباخدها بقى زي ما هي كده واروح حطها بقى في الفرن وتطلع معانا، وهنشوف شكلها بعد ما دلوقتي بقى كده اتعملت معانا وبقت بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده كده. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه، لايكات كتير وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر. عايزه اقول لك بقى طلعت تحفه جدا. بصي بقى المنظر، بصي بقى من جوه لما بتقسميها بتطلع عامله ازاي، جميله جدا ومستويه من الناحيتين. وبصراحه في المجمل بتاعها تحفه بصراحه، جميله جدا. بصي بقى المنظر كده حلو قوي. بتمنى تعجبكم بقى وتجربوها، لايكات كتير وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله.